أنا بنت مسيحية بدرس حيدا. أنا عائلة كاثوليكية ومسيحية وبحب ديني كتير كتير وما بتخلى عن ديني، فأنا ربيت أولادي عن نهج الحسين وأهل البيت، فكنت أعمل مجالس عندي بالبيت. بالنسبة لأهل البيت وللمجالس تعرفت أنا من الجيران، ما عندي أي اعتراض على مجالس. أنا بالنسبة لأهل البيت بيبدوا عمري وحياتي وحتى أولادي، بس عندي اعتراض واحد، ما بيقبل أن يضربوا حيدر. أنا بنت مسيحية من طائفة الكاثوليك، بروح على الكنيسة متدينة، بس كمان مؤمنين بأهل البيت. هيدي من العراق من مقام الحسين وهيدا صليب، وهون في العذراء ست زينب وقت ناجيها راس الحسين محطوط على الرمح، بلشت تخبط راسها بعمود الخيمة وبلش ينزل دم، وتناجي أباها حيدر إمامه علي وتقول يا حيدر، ضلت تخبط راسها لحتى ينزل دم. فنحن بنعمل هيدا الشيء نوع من انواع المواساة، هي ولا شيء قدام اللي صار بكربلاء. صلى الله عليك يا سيدي هو يا مولاي وابن مولاي. انا خيال انستازيا وبضرب حيدر مواب مكان عمر 10 سنين. انا مسيحي وما بتخلى عن ديني وبضلني مسيحي، بس بعمل هالشيء كله كرمال حب اهل البيت والحسين والامام حسين، مش بس للشيعة، الامام حسين لكل مظلوم على وشك الارضية. وتعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً وأنتصر. المسيح للأبد يا علي مداد، والسيف إمام علي، والصليب وان رافدي 313 يمادي، وان يسوس إز ماي سيرفيس، إن ربنا خلصنا. أنا من لما كان عمري 8 سنين بضرب حيدر ومسيحي وما بتخلى عن ديني يعني، وهي هيدا الصليب. قبل ما نسأل إيفون اللي هي الوالدة اللي شفناها كمان بالروبورتاج، شو رأيها بهذا اللي عم بيصير وإذا هي موافقة على هيدا المسألة وليه ربت ولادها بهالطريقة؟ وقبل ما نحكي كمان مع ابنها الصغير الياس اللي معنا بالستوديو، خلينا نروح مباشرة على صور لنشوف حنا وأناستازيا شو عم يعملوا هلأ بالمسيرة العشوائية. أناستازيا حيدر 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 أناستازيا أنت معنا عم تسمعيني؟ ايه عم بسمعك. شو حاسة بهاللحظة انت وعم تضربي حيدر؟ يعني شعور هو بالنسبة لناس كتير هو كتير شيء مقرف، بس بالنسبة لنا نحنا كتير حلو، لأنه يمكن بهيدا الشيء عم نعمل عزاء للست زينب والإمام علي وأهل البيت. انت مسيحية ما بتخافي انه حدا يقول انه الحكي اللي عم بتقوليه ما مفروض المسيحيين يعملوه؟ بالنسبة لإلي المسيحية هي تسامح ومحبة، إذا المسيحية ما بدها تكون هيك فمعناتها هي مش مسيحية. طب أنت بتعملي هيك لأنه أصحابك بيعملوا هيك ولا لأنه أنت مقتنعة بهيدي القضية؟ أبداً، هيدي منا غيرة، هيدي قناعة. صار لك زمان بتضربي حيدر؟ يعني فيك تقولي سنتين. وأمك شو رأيها؟ هلا أمي على طول بتعارض، بس هي كمان هي مربيتنا على حب اهل البيت وعلى حب الحسين. شفتك عم تخبري قبل شوي بعض من السيره الحسينيه، شو بتعرفي عن هيدي المساله؟ شو بدك تعرفي بخبرك؟ قولي لي انت كيف بتحكي مع المسيحيين الاخرين اللي هن اصحابك عن هيدا الموضوع، وشو بيعلقوا عليكي بس يشوفوكي هيك؟ هلا هن في كثير اوقات بعارضوا انه انت كمسيحيه كيف بتعملي هيك، هيدا الشيء كثير غلط. بقول انا اذا انتم مسيحيه المسيح للكل والاسلام هو الحسين للكل، فانا ما فيني اقول المسيح هو للمسيحيه بس، لانه المسيح هو لكل انسان مثل ما هو الحسين لكل مظلوم. بس في مثل مين ما بيضربوا حيدر، انت بتعرفي هذا الشيء بيرفضوا هيدي المساله؟ هن فيهم يرفضوا، كل واحد له مقلد خاص بالنهايه. ايه خيك وين؟ انا ما بقلد حدا. خيك وين لأحكي معه؟ مين بتقلدي أنت؟ أنا بقلد حالي، بقلد فيني أقول إنه هيدا الشيء بحسسني بإنه عم بعمل شيء لأهل البيت، هن عملوا كتير أشياء كرمالنا، فهيدا ماشي قدام اللي عملوه. خليني أحكي مع حنا. يلا. حنا شفت على جسمك حاطت وشم،
بدل على بدل على انتمائك لطائفتين بمحل. كيف بتفسر هذا الشيء؟ كيف بتفسر هذا الشيء؟ شو بفكر بهذا الشيء؟ بدي اقول لك شغله، بس في ناس ممكن تسال اذا امك شيعيه، امك شيعيه شيء؟ لا. انتم من عائله مسيحيه من جهه الام والبي؟ نعم. مأثر باصحابك بس تضرب حيدر؟ نعم. مأثر باصحابك بس تضرب حيدر؟ جاي على بالك تعمل مثل اصحابك؟ مأثر باهل البيت. مأثر باهل البيت؟ لا طبعا. تؤمن بالسيرة الحسينية؟ طبعاً. نعم. تؤمن بالسيرة، يعني بتآمن بالسيرة الحسينية؟ طبعا. طب إذا حدا قال لك إنه هيدا أول الطريق للإسلام وأنت عم تروح باتجاه الإسلام وأنت بدك تتخلى عن دينك بهيدي الخطوات اللي عم تعملها، شو بتقول؟ لا طبعا ما بتخلاش عن ديني، أنا مسيحي وبضل مسيحي، بس الحسين لكل مظلوم. لكل مظلوم؟ طبعا. طيب ايديك فرجيني عليهم، كنا شفناهم قبل شوي بالريبورتاج، ليش قررت انه كن انت عندك وشم بمثل طائفتين؟ نعم؟ ليه هل ليش حطيت على جسمك جيزس وحاطت بمحل تاني كمان علي؟ ايه المسيح الابدي علي مدد. طيب خليني اشوف، بس بدنا كده نحكي مع الشيخ علي بيضون، خلينا نرجع على الشيخ علي بيضون بعد شوي. ايفون مساء الخير. عم تفرجي على اولادك، خبريني على المشهد. انا عندي اعتراض كبير 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 بالنسبه للضرب. ايه قولي لي. لانه هذا من النوع المحرم. محرم؟ لا منه محرم بس مكروه. مكروه يعني الضرب. وانت وصيتيهم انه ما يضربوا حالهم؟ انا وصيتهم ما يضربوا. إيفون اللي بشوف هلا شو اللي عم بيصير بعائلتك وببيتك، وانا قريت حتى بالبيت انه في يعني مظاهر اسلاميه بالبيت نوعا ما، في عندكم صور و اكيد. ايه اكيد هيدا الشيء ما شوي احيان ممكن بعض ببيئتك يعتبروا انه انت عم تخرجي عن دينك؟ لا لانه انا حتى تربيت عند اهلي انه الدين واحد، القران والانجيل واحد. نحن بعدين بلاطع عن حديثك، نحن ربينا على نهج اهل البيت. ايه يعني بس تحكي حتى بهيدا الاسلوب الياس، يعني هذا يعني هذا اجمالا حديث بينقال ضمن المسلمين، اسلوب اهل البيت وطريقه اهل البيت. بس نحن عايشين يعني بيناتهم. التعبير نفسه مسلم. ايه انت عايش شو؟ عايشين نحن يعني بيناتهم انه اخوه اخوه وماكلين شربين مع بعض، نايمين عندهم، نايمين عندهم. ما عندنا تفرقه، ما عندنا تفرقه، ما عندنا طائفيه يعني. بالسور كله ما في هيدا. رح نشوف الشيخ علي بيضون معنا كمان مباشره من سور. مساء الخير شيخنا. مساء النور، الله يعطيك العافية. خبرني شو رأيك بهيدي الظاهرة؟ إنه مسيحيين عم يضربوا حيدر. هيدي الظاهرة، نعم هيدي الظاهرة ليست بالظاهرة الجديدة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكما أنه لسيد المسيح مصائبه التي اشتهر بها، كذلك لسيد الشهداء الإمام الحسين مصائبه التي اشتهر بها، وبهؤلاء الشخصيتين تتحد الديانتان، ما عندنا أدنى شك. نعم شبابنا وفتياتنا سواء من الديانة المسيحية أو الإسلامية لنا اقتراح بأن يكون التعبير عن محبتهم ووفائهم بأسلوب وعشقهم آخر. نعم. واقعا ومواساتهم بأسلوب آخر. نعم. بحيث أنه لا يكون فقط أسلوب يقتصر على تحريك الغريزة. نعم. بعيدا عن حكمنا بالحرمة أو عدم الحرمة، كل إنسان يرجع. بشيخ نحن هلأ ببلد مختلط وكارب الأشخاص. الإمام الحسين. نعم. وأئمتنا من بعده لم يتخذوا من هذا الأسلوب وسيلة للتعبير. نحن. نعم. نحبذ على الأسلوب العقلائي، الأسلوب القلبي العقلاني، مع كون هذا الأسلوب ما حدا بشك فيه أنه يرمز إلى قمة محبذ. العطاء والمحبة والتضحية. نعم أنا بدي شيخنا تحديدا أحكي وحدة الأديان. نعم. تفضلي. بدي أحكي عن نقطة، يعني بيت أبو زيد عم بجسده يمكن قناعة معينة حتى بكربلة كلها يعني، وبس يقولوا جمل اللي بيقولوها المسلمين من المشاركين من قلوبهم بشاركوا. نعم أنا عندي سؤال معاكس، كوننا نحن ببلد مختلط وبعض الأحيان يعني كأنه الأشخاص اللي منفتحين يعاقبوا بأسلوب متشدد بمكان آخر، إذا هلأ نحن يعني البعض كمان كمسلمين قرر أنه يكون عم بيعمل إذا بدك طقوس مسيحية بمناسبة ثبات معينه منا استشهاد المسيح مثلا، منا المسائل اللي لها علاقه بالقداس او بالتصليب للاشخاص اللي بحبوا يصلبوا بيعتبروها بركه، يعني كمان انتم كرجال دين هل تباركوا هذا الشيء بالمقابل؟ شوفوا من الناحيه الرمزيه للتعاطف مع مصائب سيدنا المسيح ونبي الله المسيح،
بلا من هالجهة تدل على التعايش والأخوة وأعلى بصمات التعايش بين الأديان. بس هل أنت مع مظاهر مع المظاهر المتشابهة؟ أصل هيدي المظاهر اللي هي فيها نوع من تحريك الغريزة العاطفية. نحن نلتزم بأن الإنسان فضله الله بالعقل وليس فقط بالغريزة العاطفية. نعم. مع احترامنا التفتوا مع احترامنا لهالتعبير الإسلام، وأتصور بأن المسيحية تدعو للطريقة بالتعبير أعلى وأرقى، مع كون هذه الطريقة هي راقية ولا نعم. أحد يعكر على علوها وعلى في وجهات نظر مختلفة حول أسلوب ضرب الرأس. بس أنا تحديداً كان سؤالي إنه ليش ما بيكون في كمان للمشايخ أحيان إذا بدك مباركة، مثل ما هلأ أنت باركت خطوة لعائلة مسيحية بهذه المسألة، لما بنسمع كمان حكي إذا بدك معتدل لمظاهر معينة كشجرة الميلاد أحيان بالبيت، كالتصليب من قبل المسلمين وبركة من قبل المسلمين بيستبركوا فيها، هل أنت مع أو كمان عندك رأي مخالف؟ طبعا المسألة مش رأي شخصي ولا مسألة مخالفة، هيدي الطقوس والشعائر إذا ما حملت فلسفة الديانة وفلسفة المنظومة الأخلاقية والقيمية نعم. والبعد الاستراتيجي والإيديولوجي لأي ديانة بتصير خالية نعم. يعني نحن مثلا حتى بالنسبة لشجرة الميلاد طبعا بين هلالين في كتير حتى مسلمين بحطوها نعم. ولكن إذا بدنا نجي نرجع إلى أصل فلسفتها، إذا أصل فلسفتها من أي قرن بدأت؟ السؤال لما لا؟ لما لا؟ وليش المشايخ بيتشددوا أيام بهالكلام؟ مش قصة تشدد عفوا نعم. شوفوا الطرق التعبير كثيرة نعم. ولكن علينا أن ننتخب ما يحمل من ثقافتنا وفلسفتنا نعم. الآن كثير بتشوفوا بالموضة أو ببعض الأمور بتدخل، أنا مش مضطر ألبس أي موضة نعم. شيخنا بس في مستغرب أحيانا بعض المشايخ اللي بيشجعوا ضرب الرأس هني ما بيضربوا رؤوسهم، يعني ما شفنا كثير مشايخ يضربوا رؤوسهم، ليش بيمتمنعوا المشايخ عن هالشي؟ بعده معنا الشيخ؟ طيب معد ما خلينا ناخذ الخوري بطرس خليل على الخط معنا، جهز؟ طيب خلينا ناخده. ابونا مساء الخير. مساء الخير. اكيد شفت اللي قطع معنا من ريبورتاجات ومن اراء مختلفه حول هذا الموضوع، بدي اعرف رايك. طبيعي انا رايي مخالف، انا بحترم كثير سماحه الشيخ اللي طلع على التلفزيون، ولكن انا رايي مختلف تماما، لانه العيش اشتغلت لا يعني التمثيل ولا يعني انه نحن نتخلى عن ايماننا وعن ديننا ونعمل شعائر مارس شعائر دياني ثاني. انا احترم المسلم الذي يحترم كتابه وشعائره وعقيدته ولا يمثل على المسيحيه ولكن يجاهر بإسلامه مع الانفتاح الكامل، كما وأنني أحترم المسيحي الذي يعيش إيمانه ورسالته. فالمجمع المسكوني الفاتيكان الثاني في كتاب العلمانيين يقول المسيحي والرسالة صنوان، بكوني أنا مسيحي أنا رسول ليسوع المسيح، أنا مش رسول لأديان ثانية. بس عائلة أبي زيد بتعتبر إنه هيدي مسألة فيها ظلم وهن ضد الظلم، وبيعتبروا إنه هيدي قضية أهل البيت وهن يؤمنوا بهذه القضية، بيعتبروا إنه مسيحيتهم تكتمل بهذه المسألة. أبداً أبداً مش صحيح، مش صحيح، هذا 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 غير صحيح. أنا أحترم شعائر كل الديانات، ولكن أنا رسول، أنا مسيحي، أنا أشهد لإيماني بيسوع المسيح، ويسوع المسيح الرب والفادي جاء ليخلص الإنسان كل الإنسان. بس هل حضرتك ضد إنه يمثل مسلم استشهاد المسيح أو يكون عم يحتفل بأعياد مسيحية كمان؟ أكيد 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 مع أو أكيد ضد؟ أكيد أنا ضد إنه يمثل. نعم أكيد. طب ضد انه يحتفل باحتفالات مسيحيه او يحط ببيته شعائر مسيحيه او مثل ما صاير عند بيت ابو زيد للجهه الاسلاميه؟ الشعائر المسيحيه في بيت المسلم هي للظاهر فقط، ولا تمس في قلب الانسان وايمان المسلم. كيف نعرف ذلك؟ كما وعنه كيف هل دخلت قلبه؟ لا، في اشخاص بتحب يمكن انا لا ادخل قلب اي انسان، ولكن نحن من خلال الأعمال
من خلال أعمال الشخص. نعم. نحن نعرف إيمانه ونعرف قلبه. طب في عقاب ديني على عائلة مماثلة؟ في عقاب ديني برأيك، أو ما بدي أقول عقاب ديني، أو في إذا بدك نوع من الإجراء ديني ممكن يتاخذ بعائلة عم تعمل هذا الشيء؟ أنا لا أقول لا لا لا، ربنا الرب هو الذي يجازي، وهو الذي يفحص القلوب والكلى. أنا لا أجازي أي إنسان، كلنا سوا، نحن كلنا سوا بحاجة. طب لو كان لك فرصة أنك تحكي مع إيفون هلأ مباشرة، شو بتقول له؟ إيفون عم تسمعك وهي الأم. إيفون أنا بقول لها لإيفون، كنت بتمنى على إيفون تشهد للمحبة، تشهد لأنه المحبة هي بذل الذات، وتشهد للمحافظة على الجسد. مربولوس بيقول لنا أجسادكم هي هياكل. لا هي اعترضت على الأسلوب، بس مش معترضة على المبدأ. إيفون احكي مع الخورة. ما الفرق بين الأسلوب والمبدأ؟ لا الأسلوب في مسلمين معترضين عليه أحيان. لا الأسلوب مختلف. بس خلينا نسمع إيفون شو راح تقول لك. بعد إذنك أبونا، نحن ما تخلينا عن ديننا ولا منتخلى على المسيح، ومنفتخر إنه مسيحية وصلاتنا ما منتخلى عنا، بس حلو نكون مشتركين إسلام ومسيحية يد واحدة. كيف بدي توحد لبنان بأي طريقة؟ ما نحن لازم كل محبتنا تناتنا لبعض، واتنين نشارك، مش نتوقف بس انه نحن مسيحية وفقط. ما نحن اتنيناتنا اهل الكتاب، رسالة واحدة ماشيين عليها. ابونا بعدك معنا على الخط. إيه شو ردك على اللي عم تقوله ايفون؟ يا اختي، نحن عندنا حياة مشتركة، والحياة المشتركة هي الاحترام المتبادل. أنا ديني أنا بحافظ لأيه. نعم. وأنا نعم. بشهد لديني. أوكي. وبشهد لإيماني. أنا بشهد لإيماني ولديني، والمسلم يشهد لكتابه لإيمانه ولدينه. إذا ما بتعتبر إنه أي مسلم يمارس طقوس مسيحية ولو عن طريق البركة والتبارك فيها، بتعتبر إنه هيدي شغلة غلط حضرتك؟ المسلم الحق هو المسلم الذي يمارس شعائره الإسلامية، وأنا بحترمه. طيب. وبقدره. أنا بشكرك أبونا، بشكرك على مداخلتك. إيفون بدي أرجع لعندك، يعني اللي قلتي أنت مش ندمان اللي ربيتك ولدك بهالطريقة؟ لا 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 لا. لا ما بندم. ما بتندمي؟ وقلت حكيتي شيء عن العيش المشترك. على كل حال في ناس تعتبر حالها تنتمي لكل الأديان، مش غلط انها تعمل كل الشعائر. طبعا مش الضرب على الرأس، أخي مرجعنا لربنا وكل دين واحد. نعم. الياس بدك تقول شيء للولاد اللي قدك من كل الأديان؟ ما في شيء نقال، انه كل واحد اللي بحطه براسه هو بيعمله، مش ما في شيء غلط، انه حلو الواحد يشوف هيدا الدين ويشوف هيدا الدين ويشوف هيدا الدين. بكره رح تضرب حيدر انت؟ لا انا ما في، هاي صرني 8-9 سنين بضرب، بس انه هيدي السنه ما في، ما راح اقدر. عندك ظرف خاص؟ ايه. مش انه صرت مقتنع مثل ما قالت ماما؟ اكيد لا. طيب انا بشكركم لحضوركم معنا.